ورقابه كبيره عاملها مدافعي اسوان، لكن ضغط متتالي من النادي الاهلي. ادي خالد عبد الفتاح، حسين الشحات، كوره عرضيه خطيره، وادي كهربا، وجول جول 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 جول. الضربه الراسيه في الدقيقه 34 يحلق بيها النسر الاحمر في ارض الملوك ويسجل اول جول. كهربا في تاني لقاء بيسجل تاني اهدافه علشان ترتفع الاعلام الحمراء وترتفع الصيحات معلنة تاني اهداف كهربا. لكن بص شوف الحكاية وبص شوف الحلويات من حسين الشحات، وكهربا يدوس على الزرار ويشغل الطيار ويضيء ملعب اسوان ويسجل اول جول ويحرر اللقاء من التعادل السلبي ويترجم السيطرة والهيمنة للنادي الاهلي خلال ال 33 دقيقة اللي عدت مرت من عمر وزمن اللقاء. تسقط في وسط الملعب عند عماد، مرة تانية بيقطع مروان يا ولد عند حسين الشحات، فرصة كبيرة، ودي مرة تانية ما تنساش. جول 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 عبد القادر الحلواني، ومرة تانية الشحات بتاع الحلويات يحطها لأحمد عبد القادر، صعبها بالكنترول لكن سدد تسديدة نارية على يمين عمرو حسام علشان الدقيقة 41 يتقدم النادي الأهلي في ملعب أسوان. الأهلي يبدع ويتألق كمان وكمان، البداية من مروان لصاحب الحلويات حسين الشحات لعبد القادر، دي ما ترجعش يا جدعان، واحدة والتانية علشان يسجل النادي الأهلي تاني الأجوان ويتقدم في الدقيقة 41 بتاني الأهداف. وأحمد عبد القادر أصدقائي يسجل ثالث أهدافه. اتضغط عليه لكن مرة تانية للشحات يا ولد لقفشة، تقدم قفشة وجول جول 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 جول. بقول لحضراتكم النهارده الشحات مصنع حلويات، ثلاث تمريرات اسيست المره دي قفشه في الدقيقه الثالثه بلس 45 يكمل الثلاثيه، ثلاثيه اهلاويه في ارض الملوك على زهره الجنوب. وادي عبد المنعم ومحمد مجدي قفشه بيعلن اعتذاره عن مسلسل الفرص الضيعه، لكن دي ما تضيعش، ضيع واحدة. لكن بص شوف الشحات مصنع الحلويات ومصنع التمريرات الدليفري، ودي تسديدة بالقدم اليمنى على يمين عمرو حسام علشان تكتمل الثلاثية. والبداية برضه من عند مروان عطية، حاجات وحلويات وقطايف ولطايف، وزي ما انت عايز تقول قول.